السادة المشاهدين، أنا ريشان أوشي، أحييكم وأقدم إليكم هذه الحلقة من برنامج تساؤلات. تساؤلاتنا لهذا اليوم حول قضية الأمن الغذائي في السودان مع وزير الزراعة والغابات الأستاذ أبو بكر عمر البشرة. أهلا وسهلا معالي الوزير. مرحب بك يا أستاذ، وكتر خيركم على الاستضافة، ونتمنى أنه نستطيع نجيب على كل الأسئلة المطروحة. نعم، نحاول دائما أن نبدأ حوارنا هذا بتقديم سيرة ذاتية عن ضيفنا، خاصة وأن الوزراء الآن هم تكنوقراط يعني من صميم الخدمة المدنية وليسوا سياسيين، لذلك يجهل المواطنين الكثير عن إمكانياتهم وعن سيرتهم الذاتية. نحاول من خلال هذه الحلقة تقديم سيرة ذاتية عنكم، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو بكر عمر البشرة، من مواليد مدينة كوستي في النيل الأبيض. ترعرعت ونشأت معظم طفولتي في مدينة سنار، ثم انتقلت إلى مدينة الدويم. أنا من خريجي جامعة فيصل أباد الزراعية، وأحمل درجة الدكتوراه بالزراعة، وأنا في درجة أسوشيت بروفيسور في الجامعة. عملت عندما تخرجت، عملت في منظمة أدرا، ثم انتقلت فيها وانتقلت عملت في التعليم العام، وعملت في شركة سيدونيكس لإنتاج الأعلاف ومنظمة كورد، ثم انتقلت إليها فعملت منتدبا في وزارة الرعاية الاجتماعية لعدة سنوات. عملت في شركات كثيرة، كنت مفتش زراعي في شركة أكالة في جنوب السودان، وتنقلت في عدة وظائف والحمد لله حتى وصلت إلى وزارة الزراعة والغابات. نعم،